كيف تعلق سيدة فاطمة زهرة زرواطي على أو ترد على من يقول لك الميزانية الأضخم في تاريخ الجزائر منذ الاستقلال، نتحدث عن 98 مليار دولار في 2023، كيف تعلقين؟ والله هو أول تعليق، أولا وفق الخطة والرؤية، لأنه الآن الجزائر مقبلة على مستقبل اقتصادي كبير، يحتاج طبعا بكل فروعه يحتاج إلى ميزانية كبيرة. الميزانية كذلك هي في بالنسبة للتسيير هي أكبر ميزانية مخصصة بالنسبة للتسيير، وهذا شيء طبيعي جدا ومنطقي مدام بدأ في تسوية وضعية كل المتعاقدين. إذا يعني جلها أجور ومنحة بطالة وزيادات في التقاعد، أكيد، وهذه راح تتطلب أموال سنويا، وحتى بالنسبة للزيادات واللي راح تكون على تكون عندها مردود اقتصادي؟ يكون عندها مردود. والله الزيادة احنا لحد الآن يجب أن ندرسها، من المفروض ما يأخذه كأجر يقابله العمل الذي يقدمه. إذا هل احنا وصلنا اليوم إلى تقدير نسبة العمل وقيمة العمل وما يقابله؟ كذلك يقدره مناخ وظروف العمل وانضباط العمال في أماكنهم، يعني الإنتاج والإنتاجية. حتى بالنسبة لتحديد بالنسبة لنسبة البي بي لأي بلد، هو طبعا مرهون، نعم، الناتج الخام مرهون كذلك بالإنتاج، ومن قبله عملتك التي تتوفر عليها هي تقابلها أنت ماذا تنتج، ماذا تنتج هو ما يقابله نسبة العملة. ولذلك أظن أنه هذه هي البداية، احنا لا يمكن نحكم، لأنه هذا من الضروري، لازم يكون ضروري جدا الآن، لكن لازم يقابله هو الحرص على تقوية المؤسسات، الحرص كذلك على أنها تمشي بسرعة تتلائم وهذه الإصلاحات، لأنه في أهداف يجب أن تكون موضوعة، أهداف على المدى القصير، على المدى المتوسط، على المدى البعيد، وتكون مرهونة بمردود هذه المؤسسات مهما كان مردودها، سواء كان بالنسبة للتكنولوجيا نتكلم على الستارت اب، ولا كان بالنسبة لما تنتجه، لأنه شركات كبرى جزائرية من سنوات السبعينات كنا الأوائل وانهارت وأصبحت عالة على ميزانية الدولة. لماذا؟ لأننا نراعي الجانب الاجتماعي فيها، ونراعي كذلك نراعي العمال، ولا يمكن سرح العمال، ولا يمكن، وبالتالي نعمل على عملية الإنقاذ. وهذا الإنقاذ في بعض الأحيان الشركة هي في مؤسسة هي في الإنعاش، وتبقى دائما في الإنعاش، لا تقدم شيء للبلد، وبالعكس لا تفتح. فلذلك طريقة التفكير يجب أن تتحرر من كل هذه الأمور، لأنه إحنا عندنا معطيات مهمة يمكن أن نبني عليها، ولكن الوقت كذلك مهم جدا، لأنك في هذه المرحلة يجب أنك تمضي بخطى تكون ثابتة، تكون سريعة ليست متسارعة، ولكن كذلك تكون شجاعة وجريئة في مصلحة الوطن والمواطن.